بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. المنتخب الاولمبي حقق فوز مهم على المنتخب المالي بنتيجه 1-0 في الجوله الثانيه من مجموعات بطوله كاس الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه والمقامه حاليا في المغرب، وسجل هدف المباراه للفراعنه ابراهيم عادل. منتخب مصر لشباب كرة اليد فاز في أولى مواجهات تحديد المراكز من 9 إلى 16 على منتخب البحرين بنتيجة 27-31 في بطولة العالم المقامة في اليونان مواليد 2002. ميار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 31 عالميا ودعت خلاص منافسات بطولة باد هامبورغ للتنس بعد ما خسرت في الدور ثمن النهائي من الإيطالية لوسيا ببرونزتي بمجموعتين لمجموعة جت نتائجها 6-1 و7-6 و6-3 بعد مباراة استمرت 3 ساعات. نادي أهلي جدة السعودي أعلن عن تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، وده خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وتعاقد الأهلي السعودي مع الحارس السنغالي ميندي صاحب 31 عاما بعقد لمدة 3 سنين. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن عن أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع الألماني كاي هافرتز قادما من نادي تشيلسي بعقد طويل المدى الأمد دون الكشف عن تفاصيل المادية للصفقة. ووقع هافرتز مع أرسنال عقدا لمدة 5 سنوات بيستمر حتى 2028.